النهارده حبايبي هنعمل مع بعض مهلبية قمر الدين بالحليب، مهلبية جميلة جدا مفيدة مغذية لأولادنا. فده كده حبايبي شكلها هنعملها مهلبية كده، ايه طبقات زي ما احنا شايفين. جميلة جدا. ده هوريكم برضو الايه الكعوب بتاعها ايه دلوقتي. ياه شايفين، بصوا شكلها جميل ازاي، تحفة. يعني لسه بطلعوها من التلاجة ايه دلوقتي. بصوا مهلبية جميلة جدا وتحفة، واعمليها لأولادك وإن شاء الله كده ايه هيحبوها. فتابعونا كده ايه حبايبي عشان تشوفوا معايا الطريقة خطوة بخطوة. زي ما احنا شايفين أحلى مهلبية تقدري اللي انت تعملها له. ما يلا بينا نشوف الفيديو ايه سوا، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أخواتي وحبايبي في الله، معاكم حنان الوراقي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض مهلبية قمر الدين بالحليب. مهلبية جميلة جدا ومغذية ومفيدة لأولادنا، وخصوصا وهم يعني في اليومين دولت بقى والامتحانات شغالة، فأنا بنلوب برضو حاجة كده جنب المذاكرة كده، فياكلوها تغذيهم، وكمان يعني تقدم لهم برضو شوية عصير كده وهم بيذاكروا مع طبق مهلبية، حاجات زي كده فبتبقى كويسة جدا. فيلا بينا بقى ايه كده نبدأ الفيديو على بركة الله، ونصلي كده على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنحتاج لإيه للمكونات معانا النهاردة. هنحتاج حبايبي لرتل من الحليب. اللبن ده يعني مغلي وكان بارد وكنت حاطاه في التلاجة، فلسه مطلعاه بشوية وحطيته دهوت. هنحتاج لكوباية من النشا. يعني هنقول لكم يعني رتل اللبن لما نعمله مهلبية، فالرتل بياخد 8 معالق كبار من النشا. عايزة تعملي نص رتل يبقى 4 معالق كبار. نفس الحكاية برضو السكر، كوباية برضو من السكر، يعني 8 معالق كبار برضو من السكر. برضو عايزة تعملي نص رتل برضو من الحليب، فيبقى 4 معالق من السكر. دي كده مهلبية الحليب، سهلة وبسيطة ايه جدا جدا. وممكن برضو اللي احنا نحط برضو ورقة فانيليا، تبقى يعني هتبقى حلوة جدا برضو. فالمكونات هنا يبقى معاها ورقة فانيليا هنستخدمها. طيب مهلبية قمر الدين انا هستخدم، كنت عاملة معاكم قبل كده من فترة طويلة، يعني من السنة اللي فاتت كنت عاملة معاكم قمر الدين من غير مشمش خالص، كان جميل وحلو جدا. فانا على فكرة انا بعمله عندي كل سنة برضو، فبتبقى جميلة جدا يعني بتعمليه، وهو نفس طعم قمر الدين بالظبط. مفيش اي حد يعني اللي يشرب قمر الدين العصير فمحدش يعرف خالص اللي ده معمول من غير مشمش. فالطريقة بتاعته جميلة جدا، هسيب لكم الرابط بتاعه في اول تعليق مثبت وفي نهاية الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تدخلوا وتشوفوا الطريقة خطوة بخطوة. الكيس ده هو انا كنت حاطة بقى اكياس كده في الفريزر، وزن الكيس ده هو 265 جرام من قمر الدين المركز. فهنحتاج له بقى للمهلبية بتاعته، هنحتاج كوباية من النشا، وهنحتاج لرتل من المية اهوت، وهنحتاج نص كوباية من السكر. طب انتوا هتقولوا لي نوت اشمعنى بقللها السكر هنا، فعشان قمر الدين وانا بعمله فهو كان فيه سكر، والمكونات بتاعته يعني طبعا انتوا هتدخلوا وتشوفوا الطريقة، هو كان فيه نسبة من السكر فحلو جدا ده، يعني عشان برضو ما يبقاش المهلبية حلوة معايا ايه جامد ده. بس كده دي الكاسات اهي مجهزاها، غسلها كويس ومنشفاها ومية مية. طيب انا اول حاجة عايزة اعملها اعمل ايه بقى، ابدأ بهنو مهلبية قمر الدين ولا الحليب؟ انا هبدأ بالحليب بقى. ليه؟ علشان في نفس الحلة اللي انا هعمل فيها بعد ما اخلص مهلبية الحليب واصبها كده، يعني نص الكاس نص الكاس كده مهلبية الحليب بقى، في نفس الحلة ابدأ ان انا احط بقى المكونات التانية بتاعت القمر الدين. يعني ما استخدمش بقى ايه كذا حلة يعني، يعني وانت بتعملي فممكن تعملي بنفس الطريقة كده. نجيب بقى ايه، نجهز ورقة الفانيليا كده ونرجع تاني، تابعوني.
دلوقتي حبايبي دي كده الفانيليا، فانيليا بالسكر حلوة جدا. نعم، فهبدأ ان انا ايه استخدمها. هجيب الحلة اللي انا هعمل فيها، هبدأ ان انا احط فيها السكر. واحط النشا، وهبدأ ان انا انزل عليهم برطل الحليب. الكيس الفانيليا بحطه اخر حاجة، اخر خطوة بقى لما المهلبية كده تبدأ اللي هي تجمد كده هوت على البوتاجاز وهي على النار، فببدأ اللي انا بحط بقى ايه الكيس الفانيليا يبقى اخر حاجة بقلب فيه كده هوت ايه حبايبي الاول، لا لحد النشا بس ما يدوب كده معايا، وبعد كده ببدأ اللي انا بسوي المهلبية بقى ايه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده. خلاص دلوقتي حبايبي انا كده حطيت الحله كده على البوتاجاز، بقلب فيها بقى كده اهوت لحد ما المهلبيه تبدا اللي هي تجمد كده ايه، تبقى القوام بتاعها يبقى تقيل معايا يعني، فما تبطليش بقى ايه تقليب طول ما انت واقفه كده بتقلبي لحد القوام ايه ما يبقى تقيل كده معاكي. فدلوقتي انا هوقف عشان بس ما اطولش عليكم، ما ونرجع تاني ونكمل مع بعض. طبعا دلوقتي حبايبي المهلبية كده بدأت اللي هي القوام بتاعها يتقل كده معايا، هبدأ بقى في الخطوة ديت احط بقى كيس الفانيليا واقلب ده. طبعا لو حسيت ان القوام بتاعها هيبقى تقيل جامد ممكن ازودها شوية مية او لبن. اوطي بقى البوتاجاز كده ايه عليها، وهي القوام بتاعها محتاج ايه شوية فانا ممكن ازودها شوية ايه مية. هيت زي ما احنا شايفين، حط تاني بقى كده ايه حطيت كوباية مية، ممكن زي ما قلت لكم كوباية مية او لبن تزودوها. كده هي كده خلاص كده هوت كده القوام بتاعها بقى حلو جدا، فانا مش هزود ايه تاني. يبقى هي كده خدت معايا رتل وربع. بصوا كده خلاص هبدأ بقى انا اطفي البوتاجاز وابدأ بعد كده اللي انا اصبها بقى ايه في الكاسات. يعني كل كاس كده احط فيه ايه نص الكاس مهلبية. حبايبي هبدأ بقى اللي انا هجيب الكبشة كده عشان ابدأ اللي انا ايه اصبها بقى في الكاسات. انا هنصب نعمل كاس كده معاكم وبعد كده هنكمل انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس كده
طبعا انا بالنسبه لي هي كده القوام بتاعها تقيل حلو برضو علشان ما تبقاش خفيفه يعني ساعه التقديم كده تبص تلاقيها اللي هي مش ماسكه نفسها جامد، فهي القوام ده هو حلو جدا. انا هكمل انا بقى كده اوزعها في الكاسات ونرجع تاني. اهم حاجه بس ايه، يعني خلي نص الكاس بس او 3/4 الكاس براحتك، عشان الطبقه التانيه لسه ايه هنحطها. تابعوني دلوقتي حبايبي، انا كده حطيت كده وزعت المهلبية الحليب كده زي ما احنا شايفين، نص الكاس كده اهوت ونص الطبق برضو ده وزعت فيه. يعني هنبدأ بقى ايه نجهز مهلبية قمر الدين. اول حاجة اللي انا هجيب قمر الدين المركز اللي هو اللي هنا ده، وحابة اللي انا احط فيه المية عشان ابدأ بس ايه يبقى سهل عليا اللي انا اخد اللي في الكيس زي ما احنا شايفين. احله بس كده ايه بشوية مية. لما تبقي عاملة اي حاجة مركزة كده في الفريزر تحل الكيس كده، لو انت هتعملي عصير تحليه بشوية مية كده هينزل معاكي على طول. ده زي ما احنا شايفين اهو. وهبدأ بعد كده ان انا اكمل بقى ايه بقية رفل المية. واحط بقى ايه نص كوباية السكر. واحط كوباية النشا. شفتوا بقى كله في حلة واحدة ازاي؟ في نفس الحلة اللي انا سويت فيها المهلبية عملت فيها. دلوقتي هقلبهم كده ايه كويس على البارد برضو، بعد كده ابدأ اللي انا احط الحلة ديت على البوتاجاز. دي بقى ولا هنحط لها فانيليا ولا حاجة لان هي مش محتاجة. بدوب بس الدشة الاول كده وبعد كده احطها بقى ايه على البوتاجاز. دلوقتي حبايبي انا حطيت الحلة كده على البوتاجاز، هقلب فيها برضو لحد المهلبية كده بالقوام يتقل كده معايا، وبعد كده برضو هبدأ ان انا اكمل بقى ايه اصبها واكمل بقية الكاسات بالطبقة اللي فاضلة. تقلبي فيها كده ما تبطليش برضو ايه تقليب ده، علشان ايه ما تكلكعش بيدك، فقلبي فيها كده لحد القوام يتقل ايه معاكي. فانا هوقف دلوقتي عشان ما اطولش عليكم، ونرجع تاني ونصبها ايه ونحطها بقى ايه نكمل بقية الطبقة اللي فاضلة. تابعوني دلوقتي حبايبي، المهلبية كده بدأت اللي هي تتقل كده معايا. هنتابع مع بعض برضو القوام بتاعها ايه دلوقتي. بصوا هي لسه بتتقل اهيت. طبعا انا لو لقيت القوام بتاعها مظبوط فمش هزودها ميه ولا حاجه، فلو لقيتها اللي هي تقلت جامد فممكن ان انا اخفها بشويه ميه. بصوا هي القوام لحد دلوقتي مناسب، يعني القوام حلو، كل ما بقلب فيها كل ما بتتقل. لا اقلب فيها بقى ايه كده ايه كويس، هي كده ايه كده خلاص. فدلوقتي بقى ايه هطفي البوتاجاز ونبدأ مع بعض بقى ايه كده اللي انا اصب بقى الطبقة اللي فاضلة كده. ايه حبايبي كده انا خلصت طبقة المهلبية اهيت، عملناها مع بعض وطريقتها سهلة جدا. هنبدأ مع بعض بقى ايه كده، انا هنصب كاس واحد وبعد كده هكمل انا ايه احط بقى بقية الطبقات. بصوا ما تخليهاش خفيفة خالص عشان ايه ساعة التقديم ما تبقاش اللي يجي ياخد كده بالمعلقة تقع ايه تاني، فتبقى ماسكة نفسها.
وعلى فكرة ممكن بدل مهلبية قمر الدين ديت ممكن تعمله أي حاجة تانية، ممكن تعمله بالبرتقال، بالفراولة، أي حاجة تانية من الفواكه زي ما احنا شايفين اهي شكلها جميل جدا. هنبدأ بقى ان انا نكمل كده بقية الطبقات كده ونرجع تاني. تابوني بعد ما تصبيها في الكاسات سيبيها خالص لحد ما تبرد، وبعد كده دخليها ايه في التلاجة، وتقدري بقى تزينيها بأي حاجة، يعني بمكسرات، بشر، بأي حاجة على حسب ما انت عايزاه. فأتمنى ان الفيديو النهاردة يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتم منه، وشاركوني كده برأيكم في التعليقات لأن رأيكم بيهمني جدا جدا. زي ما احنا شايفين اهيت احلى مهلبية تقدري اللي انت تعمليها لأولادك. ويلا بقى نختم الفيديو كده بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. كان معكم حنان الوراقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا شكلها جميل ازاي، تحفة. يعني لسه مطلعاها من التلاجة ايه دلوقتي. بصوا مهلبية جميلة جدا، ما وتحفة، واعمليها لأولادك وإن شاء الله كده ايه هيحبوها.